بما انه يعني حضرت شوي من باسل خياط وبما انك كتير شاطر بانك تقلد باسل خياط مثل ما شفنا قبل، تقدر تقلده لباسل بشخصيه جبران، يونس جبران؟ ما كتير تعمقت فيها بس بتذكر بس من الحلقه الاولى كانت ايه. كيفك صبحي او ناديلي مثلا انه اللي معتصم يونس او باسل؟ باسل باسل قلي صبحي، قلي حبيبي، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. وأنا طب أنا بعرف كمان أنك أستاذ رشيد عساف، الله يمسيه. أنا بوجه له تحية وسلام، ماني ملتقي فيه شخصيا بس أنا بحبه من وقت ما كنت صغير. كان في مسلسل اسمه البركان، كان عم بيلعب شخصية ورد، وكانوا بالبيت ينادولي ورد 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 ورد، فكنت ألبس مثله وأعمل ونطوت بالبيت وهيك وكذا. الأستاذ رشيد عساف كان 5-4-3-2 4-5-3-2، فهي التيمة اللي موجودة هي 5-4-3-2، فهو بيقول 4-5-3-2. أنا ما التقيت فيه شخصياً بس هيك بعرف يعني. اذهبوا من هنا بدي عيدة 4-5-3-2، اذهبوا من هنا. طب لا ما زالك عم تعرفك تقلد، حابة تقلد لي غمار؟ أنا رح سامحك على هي القصة اللي عملتيها. صح على فكرة. بحبك كثير. بس تعوا بدي أقول لكم شيء، أخبركم شغلة. يعني أنت غير هالموهبة التقليد كمان بتحب الراب كثير. وكمان عم بتحضر أغنية راب. يعني عندك مواهب تقليد وتمثيل وكمان هلأ غناء. أنا الميوزك كتير بتعني لي صراحة، وبحسها هي البوصلة تبعي بحياتي كلها، بشغلي وبحياتي الخاصة. بحب اسمع كل انواع الميوزك، وفعلا ما في نوع ماني سمعانه وماني هيك متفاعل معه. الهيب هوب او الراب شوي هيك. انا خلال شخصيتي بخمسة ونص جاد كنت كل الوقت عم بسمع راب. قلت لك هو انا دائما الميوزك بالنسبه لي هي البوصله اللي بتوجهني، فكان دائما الراب فعلا يرجع يخلي الشخصيه تتماسك شوي، مع انه ما بيشبه الشخصيه بس هي بحاجه انفعالات الى علاقه بالعين، فكنت عم حاول اني خزنها جواتي لتبين بالعيون. بالعربي ولا شو الغنيه اللي عم تحكي لحالك؟ لا مو لحالي اكيد، اصدقائي برودكشن، يعني هي شركه انتاج. كتبنا كلمات، لحن موجود حاليا، لساتنا بالكوبليه الاول. ان شاء الله من هون لعيد الاضحى القادم يعني اكيد رح تكون انت اول حدا، وحضرتكم رح يكونوا اول اشخاص اللي بيسمعونا. شو الموضوع؟ الموضوع بخص شخصيه لإلي انا مقدمها زمان. حبها كثير. حلو كثير. زيبق بخاطر. زيبق اوكي. حلو. طيب بدي اقول لك شغله، تعال نختبرك. يلا ايه بالراب. انا شوف امبارح غنيت لي شوي. غنيت لك بيناتنا. لا احنا لازم نسمع لك. صوته حلو بالراب، لانه غني لنا اغنيه كذا انت. ممكن اقترح عليك اقتراح؟ تفضل. فيك تغني لنا يا بتفكر يا بتحس الاغنيه راب؟ صبحي كثير صعب. اول شيء بدها ميوزك، بدها تحضير. ما بدنا حجج. حاول نحن نحصلك عليها ميوزك. القناعة كنز ليلي اقتنع، بس نحنا مركبين عطمع. القناعة كنز ليلي اقتنع، بس نحنا مركبين عطمع. القناعة كنز ليلي اقتنع، بس نحنا مركبين عالطمع. يا بتفكر يا بتحس، ما فيك توقف بالنص، ما فيك تاخد كل شي، نقي واحد منن بس. يا بتفكر يا بتحس، ما فيك توقف بالنص، ما فيك تاخد كل شي، نقي واحد
منهم بس. واو معتصم يعطيك ألف عافية. يعني أنا لما قلت أنه رح يغني راب صبحي حسيت أنه أوكي it's gonna be good بس مش يعني بهالطريقة كثير حلو. ويعني ما شاء الله بخمس دقائق حاولت أنك تغني أغنية خمسة ونص وكثير طلعت حلوة، وأنا متأكدة أنها رح تكون trending اليوم.